مورنينج، صباح الخير. نعم، من 10 من نوفمبر 2024 نبدا البث هذا اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، يلا حيهم، صباح الخير. شكرا يا كيو بي، علي سهل، شملان، وثلاثتكم الله لا يهينكم، الله لا يهينكم، كل واحد يعطينا نكته ولازم ما حد يسرق من الثاني، ابغى ثلاث نكت مختلفه، هذا شرط من شروط تجديد الاشتراك بعد تم اعتماده من فكره سيميلان. أهلا وسهلا لكم، السلام جميع المسلمين، يلا حيهم، صباح النور جميعا، أهلا وسهلا، بسم الله وبركة الله عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، صباح النور، عليكم السلام، عليكم السلام، عليكم السلام، أهلا وسهلا، يلا حيهم، وشكرا للثلاثة اللي قبل شوي، عليكم السلام. جايكم بألعاب، جايكم ببث مفاجئ، بث مفاجئ لأننا بنلعب ألعاب غريبة. أنا عودتكم على الألعاب المعروفة ذات الصيت، بس الحين نلعب كم ديمو، على كم لعبة مجانية، على كم أشياء كذا قذرة ما تعودنا عليها دائم، بس الواحد يغير من فترة لفترة يعني عشان ما تطفشون. أهلا وسهلا، وشو وش قلت؟ ما تنفع بينهم عادي تمشي مشاتل، بأهم شيء أعطني أي نكتة لو قديمة زي حقت شملان هذه، المفروض أنا المفروض على هذه أنا أطعنه، بس لأني أنا اللي طالبها منه ما أقدر أسوي له شيء. ومانا لنمشي، عليكم السلام، عليكم السلام، عليكم السلام، اهلا وسهلا ويلا حي، بسم الله وعلى بركة الله. عندنا يا طوال العمر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اشياء ما لعبنا، او خلينا نقول 10، في شيء لعبته برا البث بس انه يلعب في البث، لعبة عبود، عبود مسوي لعبة، طبعا مو بعبود خوينا لان هذا ما منه فائدة لانه يلعب بيبكس، بس في عبود ثاني. انا نبدا بلعبة عبود، شكرا شكرا كنكروشي، واحد بث ربع ساعة حلوة، هذه أحسن نكتة اليوم. على طاري بث ربع ساعة، على طاري بث ربع ساعة، قبل شوي في مخي بيني وبين نفسي قاعد أحسب، شكرا يا حبي، شو بتلعب؟ نلعب ألعاب قدرة عشوائية. مخي قاعد أقول إذا أنا بديت بالبث الساعة 8:15 يعني 9:15 10 ربع نخلص بعد ساعتين 10 ربع، الوقت كويس إنك تني فيه البث. أنا على الإصدار القديم حق ساعتين، ناس إني قاعد أبث لكم ساعة ونص لقرن، بس مخي متبرمج على البرمجة القديمة يا حليلة، ما أدري إنها بتصير ساعة عاد، بس ما أدري متى. أنا مستحي منكم صراحة، أنا وش فيني طولت هنا، أنا مستحي منكم، بس لازم تعرفون إن البث رايح للساعة، وعملية التقنين في الطريق من ذا بعد الاشتراك. يقولك في ثور مات كانت زوجة البقاق لله، انت ليه خليته ثور؟ هو شكرا على الاشتراك اولا، بس انت ليه خليته ثور؟ يعني ثور وبقاق ما لهم دخل ب... ثور ثور اللي يسوي بقاق، بالله يا انا ايش طقرخ باسط عليك يا اخي، المفروض تقول ديك، اسمع ليش هذا كان ناسي موضوعه. بسم الله، ابى نفصل لك تفصيل، لا انا لعبها الصد، بس ما يمنع نلعبها مرة ثانية في البث. هذه لعبة عبود. وعليكم السلام، وعليكم السلام، يلا حيهم، أهلا وسهلا. واحد كسول جدا طاح جواله على الأرض، قام كتب رسالة لصاحبه اتصل علي عشان ألاقيه. سلتفن. يلا حيه، أنا مكثر بثوث، من عرفت نفسي أنا مكثر بثوث. عقبالك. إن شاء الله أنتوا الثاني بأرقام اللي سلك لنا بربع ساعة واختفى. يلا حيا، شكراً على الطبقة الثالثة، شكراً على الطبقة الثالثة الاشتراك، وشكراً على الطبقة الثالثة المصطلح اللي سرقته مني. يلا حيا، بسم الله، أذكر أنه يحفر الأرض. ها؟ ما طلبت نكتة من سلتفن؟ لا، تيري ثري ما أطلب منهم شيء، هو إذا يبغى مني نكتة أنا أقول له. لازم تعرف طبقات هي. يقول لك تحفر هذا وتطلع بالجهة الثانية زي كذا، خدت فكرة عن اللعبة، بس الحين الآن نتحد. طبعا حس انها ما تنفهم لين تلعب، اذا فهمت التحكم تفهم لهذا، بس ما يمنع ان نلعب كل الأحوال، فهمت ما فهمت؟
لأن إذا ما فهمت بتحوم في رأسك الكثير من الأسئلة، وشون هذا دخل من هنا ونط من هنا وراح من هنا. بس هي مسألة تحكمية بحتة، يعني إذا ضغطت إكس لعبة ما فيها نط، ضغطت إكس يروح الجهة الثانية، ضغطت إكس وإكس إذا وقت لعمى خروجك بينط على الزعمود الثاني. إيش تسوي؟ تمشي هنا تطيح هنا الجهة الثانية وتطيح هنا. بكل بساطة، عليكم السلام، صباح النور يا أصلي، يلا حي جمب كينج. لا هذه ما وصلت ليفل جمب كينج الحين، كذا ونط هنا ونموت، بس كذا اللعب كذا. عرفت؟ أنا وصلت مكان بالديمو ما عرفت الصدق، صعب وقفت. إذا وصلت المكان اللي هذا بقول لكم إن هذا، بقول لكم إن هذا. طيب الحين إذا بتموت يا إذا أنا شلون عديت؟ آه كذا، أوكي أوكي. علاش الذاكرة تأخذ وقت على ما تسترجع المعلومات؟ آه هذا مكان قدر قعدت فيه شهر، بس إن شاء الله إني لحظة أنا شلون خلصت هذا؟ الذاكرة زي ما قلت تستهلك. آه أوكي أوكي تذكرت. الزبدة هذه اللعبة يعني إذا نزلت كاملة فهي لعبة قمرات. أوسع نطاق فنان يا بس ما في كاتيجوري. أنا حاط ألعاب وديموهات، أحط لك ديموهات. أصبر لا أوبس ما سويت سيف شكلي يا شكرا على التذكير وتستاهل طعنة على أنك نبهتني أنه ما في لعبة. بعدين تجي من هنا، تجي كيلو تسوي زطة والزطة بالعكس. اصبر كذا بعدين زطة زطة زطة. اصبر بالتحكم شوي صعب. شو أكثر لعبة استمتعت فيها مؤخرا؟ إذا بتتكلم عن مؤخرا ما في إلا لعبة ريهانة، هي اللعبة الوحيدة آخر سنة سنة ونص يمكن اللي قال لها لعبة محترمة، الباقي عفن في عفن. سواء شوف على طارية جاي يسلم، هو كان متربص بس تجيب اسمه يسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ويلا حي. وش لعبة ريحانة؟ المفروض أطعنك أنت يا شملان، ما أطعن كنكروشي. سبع قرون ألعبها تسألني وش لعبة ريحانو؟ حتى القرد، نعم حتى القرد، حتى سألت الكلام يشمل أي لعبة لعبتها خلال سنة ولا سنة ونص. أفضلهم لعبة ريحانو. عليكم السلام يا برم يا خالد، أهلا وسهلا الله حي يا الله حي. شفت الصخرة اللي تحت تسوي لك ارتداد على الاتجاه الثاني، لما تجي كذا تحت تسوي ارتداد صخري، شوف طق 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 طق، بعدين تنط فوق، تجي هنا تسوي طق 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 طق. عرفت كذا؟ صار ترى انكم عرفتوا، انا عارف اثنين اللي مركزين، بس عادي شرح للمستقبل اذا صارت اللعبه مشهوره بعدين سوي شروحات عند الشايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم ما انا شرح الطق طق طق هذه تنكسر إذا ضربتها ثلاث مرات، فلازم تسوي طق وتطلع، تسوي طق وتطلع وتطيح. أصبر على وزني شلون؟ بعدين تجي من هنا نوت الان يا هذه تشيك بوينت الورده الامر، بعدين تسوي طقه من هنا طقه من هنا
إيزي عبود. إيزي عبود. اللي بعد أبغى المكان اللي وقفت عندي. هذا. لاهي عليكم السلام على فتسة وتسين. أهلا وسهلا. عاشف اللعبة هذه مسوية عبود. بسم الله. شو؟ لاهي. شكرا برم على المية بيتزا. أنا على رأسي. شكرا. حلو. أنت طيح هنا. تسوي طقة من هنا. طيب شكرا. شاطر هنا. لاهي. بس خلاص. إيزي. اللي بعده. اللي بعده. كم عديت عليكم أنا من لعبة ومن ديمو 9-8 الزبدة من خلصها بساعة. طقة طقة. طقة طقة شكرا طقة طقة مرة ثانية. خلصها بساعة. ونحول لعبة ريحانة. إذا في وقت. عليكم السلام يا سعود. الله حيا بالله. طيب سو طق 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 بعدين. طق 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 طق. هذه ما فيها طق. هذه وشو كانت؟ صح عرفت عرفت تذكرت. من هذا شكرا ميشو على الاشتراك وكمل نومك ما نبغى حتى نكتة. خذ راحتي. شكرا انك اشتركت. هذه تكسر. جين. ياه. ياه. زي عملتها. قربنا من المكان اللي يقول لكم وهو اللي احتاجكم فيه. يعني انا متاكد ولا واحد بيعلمني الحل بس ما يمنع يعني اعطيكم فرصه. ايش فيهم ماتوا؟ طيب عليكم السلام قاري. وعليكم السلام صباح النور يا خطه. اهلا وسهلا. يلا حي. ولكني اتكمل انس مادنس. لا ما قصرت اللعبة ضدنا ربع ساعة؟ قصدك؟ يعني محتوى عبود ما كفي لربع ساعة؟ الحين البطل عبارة عن جذع الشجرة. ما أدري عندك عبود اسا. ما قلت انك تبث عشان يبدين جاهز الفطور. خلي الفطورك جاهز كل يوم. هذا الزعموط يطقك. لازم تزبن عنه. قوي لك يعني اولا انا معودكم البث تقريبا شبه يوم. ثاني شيء انه لازم تفطر حتى من غير بث. غلطتك انك ما جهزت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقبول انوتي. الله حيكم. تعال تعال تعال. من هذا؟ اوهوهو. لا اله الا الله. من وين طلعت لنا؟ الله يحييك. اي الله باعوص. ويلكم باك. وحيا الله السبراني. السبراني ما تقول له ويلكم باك دائما تشوف. يلا حيهم. يا اهلا وسهلا وعليكم السلام اثنين. اي الله الجماعة. ايوه الان نتحدث. تعالوا تعالوا غششوني. انا ابتلشت بالصغير. عرفت شلون اشيله. هذا المكان اللي اتوهق فيه. ويلحقك من فوق إذا تهمك هذه المعلومة. أنا أدري إني يلحقني فوق بس هو يدري إنه يقتلني وأنا فوق. طيب أبغى أنزل للباب اللي تحت. شلون؟ ما يوصل. وإذا غطست تحت خلاص بموت. وبتعيش داخل عالم لعبة تختار لعبة. أكيد بقاء. أكيد بقاء. بس بعيش في الماب القديم واخذ لي
كذا كوخ، كوخ النورث بورت فوق الماب ويسبن هناك. ايه طاع لله درك، طاع لله درك، شكرا. جم يوم يتمعودنا مرتين، لا هذا اول عشان نكون صريحين، اول مرتين في اليوم، بس حاليا الوضع ما يسمح الا بث كل يوم. تطيع عليه من فوق. اصبر. وعموما حتى لو قتلته ما يوصل له. حتى لو قتلته وابغى انزل في الارض اللي تحت عشان ادخل الباب اللي وراه. الله يشغل، تعال. ملقم ملقم. ليش عني؟ عموما زي ما قلت، حتى لو شلت انا ابغى اروح الباب، ما ادري شلون. اسحبين من اخر شيء وهجي الباب. السؤال هو شلون اروح الباب؟ شكرا يا لولي مونكيز. راسي الله حي. اذا تقدر اشرح لي شلون. بكسم بقاق وداعي عند قراطيس. قوم يسويك لحقت على البث. انت مبسوط انك لحقت على البث؟ مفروض اذا لحقت على البث في هذه الاوقات يضيق صدرك، هذا معناه ان ما عندك اي شيء في الحياه. معك مسام ابو ناصر. يلا حي. يمين اخر شيء ونزل الجزء النازل وسبق البابا. لا الثاني خليه يلحقك. لا عليكم السلام يا زاكي. الله حي. لا تصير انسان سويت بث زي العالم. ما اتوقع اني ببث زي العالم، ما عندي الا هذه الاوقات. تبغون ولا بكيفكم ولا وقفت؟ انا بيها من الله. قصدك ما عندنا شيء تحسست؟ والله ما ودي اقول تحسسك في مكان ولا في انسان في عنده حياه هادفه ويجي يحضر بث للشاي بيلعب العاب زي كذا. اقدر اطيح، اقدر اطيح. عندي الموضوع. يا اخي ليه ما يطيح معي؟ تعال الحقني. نط. ايوه. وصدق ما عندنا شيء بس لا تصرح. يقول لك صديقك ما صدقك. انا اقول كذا لمصلحتكم على فكره، بس ما ادري يعني مستوعبون ذا الشيء. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا. ايوه بالله كذا الموضوع. يا والله فعلا يا كم لعبتها قبل بدون بث؟ مو مره طولت، بس اخذت 20 محاوله يمكن. عجزت اعرف، بس سبحان الله اذا صار التفكير مشترك عشان كذا جبتكم معي. تسهل الدنيا. ذاني بالدوام لاحق البث، أنا أن أنت غير منجز في الدوام. عشان تصير منجز في الدوام لازم أشق حلقك زي كذا عشان تركز بشغلك. يعني المشكلة أنك دائم تجي في الدوام ودائم مطعنك وما في فايدة، ما تتوب. عليكم السلام أكسم. عليكم السلام محمد أتب. يا أهلا وسهلا، يلا حيهم. صباح الخير. من فيكم عنده دوام عشان نتعامل معه بالشكل المطلوب؟ ما أتكلم عن دوام الأونلاين، دوام دوام. عليكم السلام يا أبو حري. أنا يعني كل صباح ينفض عن الليل. لا شوف، ما نبغى صباح ينفض عن الليل، نبغى نكتة. صباح هذا خلى لك. عندك نكتة ولا لا تجدد اشتراك؟ لا أحد يفتح بث بالدوام لأنه غير منجزين ورايح بس يبغى راتب زي السبراني. عليك جازة فنان، تخرجت وخلصت لله الحمد. عليك هو بداية الحياة التخرج، ما تقول تخرجت وخلصت، ما تجتمع الثنتين. تخرجت وبدأت وليس العكس. وش في ذا ما يلحق؟ تعال. بس 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 ليش نسحب؟ أتوقع احتاجه. طيب الباب وين أصلا؟ الباب ورا الزعمون. ليه اللفة الطويلة ذي؟ وليه حط واحد تحت ما نحتاجه؟ ولا أنا قوي بزيادة؟ ولا في حل ثاني؟ إلا بشتغل فريلانس عشان ما عادي ما تزم دوام معي. أشتغل ستريمر يا رجال.
بسوي لك ريت، بجيب لك علفه وطقرخ، في رقم جوال عندنا في الشات بجيب لك، بس شلون صدرك يومين ثلاثة كذا. شلون هذا؟ شكرا على الطعنة، اختياراتك موفقة في التطعين اليوم يا رائد بعوص، هنيك عليها. ياه عليكم السلام يا كوما، الله حلو كيف اللعبة هذه، حلوة صد ممتع، بدع عبود صراحة في اللعبة. طيب ناس شفته حد يداوم هنا وش... اي كان في واحد بس الحمد لله شلناه عشان يركز، فكني مبزر بس. لا خذ راحتك الايام هذه مختي ولله الحمد لله، كان شر. تبث ماينكرافت، كل ما نويت ابث يا اخي يطلع شيء يخرب، يعلق مره وبيس مره، يقولوا الوقت ما يناسب، خلى بعد الجمعه احسن عشان نجتمع. بشوف بعدين نتفق انا والشات فيها ان شاء الله، وبعد اكون بالقرب انت بس المرة تجيب لعبة مميزة، وهذا اللي يميزني، أجيب لك لعبة مميزة ما تشوفها عند أحد، وبإذن الله ما تشوفها عند أحد، بس هذه مستثناء من الموضوع، هذه حلوة صدق. لعب الشيء اللي ممكن يخليك تبث ماينكرافت ولا شيء، مي بجوي بعيدا عن الشخص أنا يعني. ليه بث لعبة ما تعجبني؟ لو جيت من هنا سويت زز... ما يوصل أصبح أصبح إيه. ياه بعدين إذا جيت هنا يلقمني الأرض، خب يا مريض. ياه والله فنان عبود، كم خذت منك اللعبة؟ صدقني بتعجب. وش هي؟ ماينكرافت. في ألعاب ثانية بتعجبني، الساحة مليئة بالألعاب. بس بث بلاك أوبس تبي تبث بس ما تقدر، شلون يعني؟ ما فهمت وش في اللعب صار خروف؟ لهذا الوحش اللي يلحقك ولازم بسرعة تدوب. لا اوف يا لا، هذه يبغى لها رهانات، شو رايك تدعم ازرع زي مقبل ان شاء الله قريب، او اني اتشارك معه. انتظرني ماينكرافت بجود ولي مزرعه. أنا عطني ألعاب زي هذه أبثها لك، أزرع وأحصد ما عندي، ما عندي وقت. أصبر أصبر لا هي تشيك بوينتية، شلون تنط بعدين من هنا. ياه اوف لا ما نطلت، عادي 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 اقدر امشي عادي زي كذا، بس بعقد الامور. لازم تكون على الطرف زي كذا مع سلاح. يعني لقمنا يعني لقمنا. طيب السؤال، ليش ما أكمل مشي زي كذا؟ يا أحب التعقيد بالوجه بوينت.
ليه 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 أنا طاقة زايدة ليه؟ لا 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 صعبة شوي مو مرة، وأنا قاعد أصعبها بالتحكم القذر اللي قاعد أسويه. سلاح زين 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 القم 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 وخر اصبر بطاطية القم 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 شلون سو طق 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 شلون شو جيبه هنا المشي أنا دخت يا جماعة لعبة دوخ لا لا صوت طق 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 وخر يا اخوي عن طريقي طق 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 والله انت ما تلمسني فكرت عم بصير تفريم لو انه 5 دقائق شاروطي قاعد اسمع صوتك مار شكله 5 دقائق شاروطي اصبر 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 يا اخي ابغى طق 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 ذيك السريعة شلون تجي يا الزعيم انتهى يا برو القم 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 الان اترككم مع اللور بسم الله وش هذا بعد بوجهي استخدمت تاسك فم لا ارتكبت حماقات كثير مراهقتي بس ما عمري استخدمت تاسك ساعة عندي أخي صعب سريع وعليكم السلام ولكم باك سبراني كيف كانت الطعنة عليكم السلام شكو زوكي فطيسة was taken الله حي عليكم السلام مشاتل خلاص اشغلناك بالمكتب عليكم السلام عز الضرب اللي كنت تلعبونه كانت حلوة اللي في المزرعة واحدة ثلاثة نفر أنا والاثنين اللي في الشات سيري وعبود كان عندنا قناة يوتيوب هكر تذكر ذيك اللعبة اللي كانها زومبي فيها مهام اللعبة تديمو حقها بالله خلصت أنا والله حلوة لعبة عبود ناسي والله اش تقصد ما ادري تذكر اسم شيء تفيدني اكثر بسم الله على بركه الله جست شاتنج سول فول انرجي راح اجيب لي مويه
وعلى بركة الله طبعا لعبة حبود هذا لازم نحطها وش لست لانها بس وينها هي حطها على اليمين نشوف اللعبة الثانية اللعبة اوه عندي لعبة حلوة لونه اوريكم اياها اصبر اصبر كلمك كلمك وش بقاق بقاق انت تسولف مع البوت نقول وصلنا نص ساعة ونص ما تلعب بتكون مقصوصة الدقيقتين حقت الموية ما تخلص لا بدأت في اختيار الخلفية قصدك بدأت في سرق خلفية سارقها جهارا نهارا أمام الملأ استحسبني أستحي لا أنا نظامي في الحياة أي شيء يعجبك يصير حق شيل شيل بسم الله على بركة الله تعالى هذا مش فيه كل ما امسك اليد يغير لي المايك اتخيل يلا خلنا نتعلم اكثر جدير بحق تظهر سنك اكروباتيك اي الحين بكره ان شاء الله بكلمه ألو والله بكره بكلم مقبل نرجع نلعب سكران اوكي بس مو معناه انك ما تمشي مفروض انك تمشي ما يمشي العصا اليمين قدم الرجل اليمين واليسار اليسار تخيل ما يلعفن وانت تلعب لعبة غلط وقول غلط والمشي غلط والمشروب ما يخلص ومكان الملعب غلط يعني هذا تكشت فيه ما تلعب ما تذكر نفس الوقت طيب وبعدين خلاص أبغى ألعب يشوت إلهي اختار باليمين ولا باليسار شكرا على الطعنة لاوت اللي يرمي لك جني قم قم الله يشغل لا مو بكذا الملعب توهم راشينه معليش هذه يبغى لها دير بالغضب انا وحاتم واللي يحب ألعاب الكورة زي كذا واللي يعرق ذا اللعب فجأة صافك كون مباراة 10-0 وغير اللعب طيب أبغى ألعب ألعب ما أبغى الربن أوكي هذا تدريب يتو ليش يقول لي أجل تمرن ولا لازم ناس يكون لازم أحد معي أقدر أدخل كيبورد شكله لازم ناس حقيقيين يا أطلق هاتي أبغى أعرف شلون يبدأ الجيم وشلون ألعب لا شير ما أدري شير ولا لاين أنت صباحا يا طيسة وستيك ضحية عموما هذه اللعبة على جنب هذه اللعبة على جنب تجي رهانات إسلامية من أوسع الأبواب لعبة يوم لا لعبة يوم الجمعة لعبة شات عندي لعبتين شات ما لعبناها سو السؤال متى أنا بث لكم يوم جمعة شايب ناقد على واحد سكران يلعب مكان غلط قصدك لعب حالك دخل معك أحد هو غصب عني أصلا بيصير كذا إيه بسم الله أنا كم مسجل عليك حاتم لا يمكن أخذ معي بالفريق نلعب ضد بسم الله بس كريتشول
ذكرت، بس ما اتوقع الصدق اني بكمل. يعني اللعبة حلوة بس ما حسيتها تسوى انك تلعب اللعبة كاملة. عليكم السلام يا كوبان، اهلا وسهلا، يلا حياك، اتمنى انك تبث في اوقات محترمة وانا ملبي لك هذه الرغبة. يعني بالله في وقت محترم اكثر من كذا ما في. دائما اقول لكم اذا ما بثيت في هذا الوقت معناها ما في بث خير شر، لو ضاع لا تسمع بث ثاني في الاوقات الثانية. بسم الله، عندي لعبة كلب نجربها. يوم الجمعة أنا مداوم ما أقدر أحضر بثك أو قهر أجل، تدري عشانك ما في بث الجمعة، أنا بث بدون حضورك يا سعود ما يسوى، فبنخليه يوم ثاني إن شاء الله. اسم اللعبة أصدق اللي قبل شوي اسمها رنك رنك اف سي رنكن اف سي. قال بثك بس قال يوم الجمعة، ما في أحد يبث يوم جمعة إلا أنا. أنا قد لعبت الكلب. شوف الماوس بحط لكم عشان يكون نشاز بصري. الكم الزكر كان الاستفهام عبود تاكي فوق. شوف إذا ما عرفت خلال كم ثانية والله لقفل لعبتك. ما اقدر انزل تحت، ما اقدر انط فوق، ما اقدر اخذ الاستفهام، ما اقدر ارجع ورا. وين وش السواد؟ ما بعد ورا وش اسوي ذا؟ خلاص تعال. واو حرك الواو اصبر. ما دخل. واو ما زب الماوس سوي غطو. قول قل العصفورة هو. أنا أقول هو. كذا. طيب قل هو. هو. يا. لا فنان اللعبة بس حركة الماوس يبغالها. عليكم السلام عكاز، وش جابك؟ راح النور. يلا حيا لازم تنبح التمثال، قد لعبتها قبل انت؟ جاءت الكلب معنا، اوه صح كلب وحمامه يبغالها. يا ريحان الارض، حكاية الكلب مع الحمام. بسم الله. حكاية كلب مع الحمام. بس شوفوا عشان ما تطفشون، عشان نكسر السعامة والرتابة. شغل لكم صوت ثاني. في البستاني وجاء من كلب ذات يومي بين الرياض. حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجن. لا 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 ما أبغى ما أبغى ما أبغى. حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة. يقال حلو لما تسمع وتشوف القصة. الكلب ذات يومي بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان. الفار بعصى لو أنه ثعبان. حكاية الكلب مع الحمامة لأمير الشعراء أحمد شوقي. حكاية الكلب مع الحمامة في المطفشة سجلوها. وانت وش وضعك؟ فجاء من ورائه الثعبان. لا ما عندك. حكاية الكلب مع الأمين فرقت. أنا أبغى نغمة صوتية هادئة. السلام عليكم ورحمة الله. وحيث أيضا هذا الكلب الحمامة فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذر. واتخذ النبح له علامة ففهمت حديثه الحمامة وأقلعت في الحال للخلاص فسلمت من طائر الرصاص. هذا هو المعروف يا أهل الفطن الناس بال. كانت لعبة الكلب.
اللي بعده ولا بترعب. مساكين بتسع بتسع صاح يبي يصيح. عليكم السلام يا أص الله وبركاته. يلا حيا بسم الله خلينا نشوف بس هذا هذا اختصاصي هذا اختصاصي. ما توريني قصة أبغى ألعب جاية القطه مع الحمامة. بسم الله عندك عدد خطوات ولازم اوكي ايزي. طيب ليش ما تروح؟ يا ساتر التحكم فوضى. خلف في سار يا مطور لازم نلعب ماوس. اسكيب لا لا اصبر اصبر ما تقول لي ايه طيب من قبل تسبق لها واقعية يا فنان. يعني عامل مركبة كمركبة شلون لازم توقف لا حلوة اللعبة يعني جديد. ليش ما الكون شلون العيد يا مطور هاي وش فيه جابني هنا؟ لازم تلعب كيبورد لازم تلعب كيبورد هاي 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 صعبة بالهذا. بسم الله لازم ما انتبهت له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي لا رودي يا اخي لازم تضغطهم في نفس الثانيه اذا سبقت جزء من الثانيه جي جي. اصبر اضغط اللي يلف اول فنان اللعبه ثاني كذا لا اصبروا شلون حاط لي كنب هنا وخره. طيب لو سويت كذا لازم توقف السيارة بعدين تمشي الخطوة اللي بعدها ما تقدر جلدي جلدي. شلون خلصت؟ ليه خلصت؟ ليه؟ شلون؟ لعبة قادرة بس بكمل عجبتني والله. لا مو بهذا اصبروا اصبروا من ورا. لا هي كانت طريقتها لازم كذا. صح اقدر ارجع بدون بس ما في فايدة. عندي الموضوع عندي الموضوع. اصبر ورا. بالله اصبروا وتقدمت رجعت ورا بالله. والله ان اللعبة حلوة بعدين تجي من هنا تاخذ لفة ثانية. خرب بيت التفاهة خرب بيت اللعبة القدرة. شلون تقول لي زاوية ما تجي زاوية.
لا 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 بالغلط بالغلط هذه عاد بالغلط. ها؟ آه السهم على فوق مخي قاعد يشوفه زاوية. معليش عندي عندي الموضوع بس كذا هو صح يتفجر هي أصبروا يا أخي بأسهم الكيبورد ما تنفع السيارات كذا يعني والها كنترول بس الكنترول لحظة 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 إيه بس 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 تلف بالثاني وتمشي بلو يا أبوي من أول كذا واحدين إيه يا شيخ صارت اللعبة سهلة الحين مخك يضرب دبليو أسد البداية ريوس موضوع ما عندي مع السام قلت لك وجهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يلا حيا سجل عندك ثاني لعبة بناخذها إن شاء الله لا أنا ارتكبت حماقة عشان أعيد إيزي لا إذا طيب مطور إذا ما شفت السهم عاد هذه معلش يعني في مخي إن السهم ذا فأنا سويت صح في البداية طيب هذه واحد اثنين ثلاثة لا هو يبغى اللي فوق طيب كذا بعدين مشي كذا بعدين كذا خطوة بعدين ملك ملوك الباركينجات وثائقي حوادث اسمها ما قبل الكارثة ليش جبت طاري الحين وش قصدك ليه الحين تتكلم عن الحوادث وش الزيت وش الموية وش تسوي تقدمك خطوة اصبر الا يا حلو ما تستهلك عليك يا فنانة فنانة اصبر هي عن عن انا كاتم والدي عند الانطعن استاهل عموما بغض النظر لحظة يود العن عن وقصر هذا شو يا شيخ بد من البداية من البداية ليه يوديني هنا يا أخي لف بشويش ليه حركة حركة لا أتوقع أني غلط شيء مش فيني قاعد أطلع وين رحت أنا أصبر لا بالدور علاش أصبر شوي سنة جديدة على اللعبة شو اللي يرجع حبة مثلث أعطيها أين ترجع حبة أعطيها طب خلاص لا صح بعدين كذا 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 بعدين ها أقفك على التفحيط أبو شيبة لأنك عرفت اللعبة أنا عارف من أول بس كان التحكم خاذلني أنا ما عرفت الذا خلاص سهلات الشير يسوي بالله الشير يسوي ريستارت هذا زر الشيري وظاهر يقصدون ستارت العادي اصبر إيه ستارت العادي كسر يمين بعدين كسر يسار على ورا كذا قصدك غير صحيح اصبر إي والله شلون عرفت يا لعبت اللعبة ذي أعرفها خربيت القوة وش سوي ذا لا ما أبغى كذا هي علمك وين بيروح أوكي أوكي طيب يقولك إنه بيروح يمين
هذاك يبغاه شقلوبه. طيب عادي، مش خطوتين بعدين خطوه ترجع. لا مش لي زر الشير، لا لان هو بشقل. يا اخي اقسم بالله يعني اتس مثلث. هذه تحكميه، مشكله تحكميه. ما ترجعني تستهبل. رجال هذه بيمش اح لا لا بسمع لا بسمع وتين قدام بعدين ول. لازم اجيها عكس. شلون؟ اصبر. لا لا اصبر لا. والله انه رهيب. لا هذا برجعها زي ما كان. استهبل. انا يعني رحت يسار بيقدمني خطوة لخطوة تلك خطوة ايزي. صدق ان دفخ ما تقدر تكمل، لازم يوديك. اصبروا اذا صار. طيب حلو حلو، فهمت فهمت. ارجع ورا صار. لا إذا نخلي يلف فيك مرة ثانية بعدين يلف فيك آخر مرة. أوكي أوكي اللي سويته صح، بس لازم أسويها بقل عدد من هذا الشيء. لا أجل أصبر أصبر. بعدين كذا ايزي 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 يا مطول. وشلون باقي وعد؟ اجل بس حدثني عن الحنكة، حدثني عن الحسابات الهندسية في الرأس. بعدين سوي لي زط، نسوي لي زط ثاني. اسمع سوي لي زط ثالث. جيجا بالله ويودي يسار، يعني لازم اجيه وجهي يسار. لازم وجهي يكون وديني هذا بعدين. لا لازم اجي لهذي وجهي على هون. لا صح صح قبل شوي. لا مو بصح. لحظة ترى من اليوم ما شفت السهم وين يبغى وجه السيارة. كانت صح. لا لا ما كانت صح طريقتي وبسلوبي أنا. لا ما كانت صح إلا صح. لا ما كانت صح. لا تعرف شي أنا كنت ناوي أسوي ما تعرف. الآن حدثني عن الصححان.
كذا بس يبغالي خطوة أقل. ياه عرفت كايل مو بصح، لازم تعكس. يمين بعد زيادة هيجي البداية هنا، أنا قاعد أتأخر هنا. يمدي من هنا بس يستعبط. إذا قلبنا بيصير وجهي زط. أيوة زط ثاني غلط. لا في خلل عندي اسمه خلل البدايات. اصبر اصبر يا شلون. لا 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 تودي اخي ملقوف انت. المفروض عندك الخيار ان الدويري ذا يوديك ولا يجيبك. في اقتحام خصوصية. يوديك يسار. ذا غلط طول فيه. هو مشكلتي بالبداية. شوف المتخلف يطعن نفسه. ما توقع الخير وين ممتاز اللي بحطه وش لستي بحطه إن شاء الله بعد ما أخلص الديمو كامل بإذن الله. عليكم السلام مجهول. عليكم السلام يوسف. يلا حيهم أنا وزي تعالوا غشوني. أبغى أوقف السيارة وجهها تحت. كم حركة؟ 8 لتر بنزين. ديكم أيوه لا انا باقي استفدت ايه. اصبر اصبر يا اولت انا فاكت. سلام محمد وش تسوي إذا دعمت طعنة؟ ما فهمت بس احتياط دام إن اقتراحك في طعن خذ. تصير إذا استمت القوانين تصدق ما أدري. بس شكلها حاجز قبل شوي صح لازم توصل الدائرة الثانية عندك 4 محاولات. بس وجهي كان غلط. تزوم بكود والله إذا كود بلاك أوبس 6 ما أتوقع الصدق. أنا شباب يمدحون الزومبي بس ما تحمست. يقول لك هنا بس ما يمشي قدام لأن فيه الأقماع. كذا
بعدين هذا بشكل ابني وهو يبغى وجه قدام. اوكي معطيك كاميرا تدرس المكان، واضح في مابات كبيره بتجي بعدين. عموما انا ما اخضع في مهمات ثانيه بس لا ابغى اخلص هذه. عليكم السلام عمر، الله حينزل دف السياره. اتوقع هذا الحل الاخير، ادوس الزعموط الثاني. فهمت اي زعموط حتى لما تبدا تلعب نيوك تاون بس رهيب. لا ولا عاد ابغى شيء في نيوك تاون. لعبت 700 نسخه نيوك تاون. جو صح لازم توصل الدائره عندك 4 محاولات. لا غلط، وكان حلك صح. لا غلط، ما اللفه عطها جلط. ايه ليه تيم دي استاذ نشوف الى اللقاء. بسم الله. لا يا يا اي بنفس الشيء مطور فلسفه هي. طب الثاني ادوسه بالله بس شلون شلون بدخل؟ لازم هو يعدلني من عنده لف يمين. عرفت عرفت يعني مثلا مثلا رجعنا كذا بعدين كذا شلون بلف يمين بصدم. فهمت؟ اذا رجعت بلف بسرعه ما تقدر، لازم يلفك هو. وصل الفتحه اللي فوق وجهك فوق سم. صح انا قايل لكم قايل لكم انا صح، حتى وانا اهبد انا صح. ابيك ارفع الضغط ليه؟ شوف اذا جيت كذا بقلبها عرفت؟ اقدر اقلب هذا اللي يقلب زين. وشلون البدايه؟ لازم تستخدم الثانيه الدار الثانيه مرتين. خلص البنزين قدم يسار مريوس. ها كذا خلص يا يخرب بيتي. أعطيتكم فرص أعطيتكم فرص أعطيتكم فرص بعدين طق الحل اللي جاي في مخي من أول 40 ثانية. هذا هو بالضبط يشرح لك أن طقونق هذه ب صدق طلعت أنا قرد ثاني اعتراف. قايل لكم غلط غلط غلط، لمحت لكم أنكم غلط ما تفهمون. يوم يأست منكم خلاص شكوى لله عاد لازم أعلمكم. هذا ما في ما عنده يمين يسار الزيت لاقم لاقم. لا اللي يلعب غير اللي يتفرج. هون وشلون زيت البجاح اقول له شلون.
لا لا الزيت لازم يروح دون ما تصدم. لازم شوف الزيت بيزلقك على الكفر على اليمين ويوقفك. شكرا يا شملال على اللقاء. لم تتاير ينقص بنزين؟ ايه اي حركة بتسويها بينقصك بنزين. كذا يقولك لا تصدق. يا سوها. تعرف شلون انت؟ انا اعرف كذا واعرف حركة ثانية كذا. اسم اللعبة اسمها باركت. ايه باركت. ما تقدر تغش لان الديمو الظاهر انه ما بعد انتشر. الله اعلم نظرتي تقول لي كذا. حلو الله سبنزين. صار قدامك زي كسرت يمين تصدم. ايه بيجي غصب بيخليك تكمل على قدام. الحين راح يمين تعال ورا الزاوية تحت يسار وصعد. بالله اصبر. بالله راح البنزين. ها شلون يرسبن فجأة؟ لازم وجهك. عشان الزيت عشان يروح. طيب وشلون زي قبل شوي؟ راح قبل شوي اصدم الكفر اليمين وارجع ريوس كاسر يسار. انا من هنا ما اقدر اروح الكفر اليمين. زيت قدام ورا بعد ما تقدر كذا بينفجر. لو سويت كذا رجعت وصدمت كذا استفدت شيء لان البنزين خلص. اذا رحت هنا بوقف عكس بس اللي يبغاه يبغى وجهك فوق. نزل اسفلت الزيت يا اخي. المفروض يعطيك خيار يا تغير تشيل مكان الزيت يا تغير الور ذاك اللي غير مكانك كذا صعب. ما تدام يروحي بس انا بتاخذ مني خطوة وأنا عندي 5 خطوات. هذه المشكلة. أحس أن هذه البداية بس بعدها وش تسوي؟ شوف هذه البداية كنسل. أنا أبغى هذا اللي تصير البداية. اصبر 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 اصبر. هذه بداية حلوة. اصبر
ورا ورا حجي أنا لك. لا لا جيت زيتي روحي خلص المرحلة عشان امشي بسام فوق لا اكسر يسار بتا بتا صاح صاح يبي يصيح صح كان يبيك ترى فوق بدأت وين متى كيف كذا يا اصبروا هذه البداية بعدين أنا وسهلا نايف يلا حيا بيك ترى فوق رجعت اليمين وخزيت اليمين دار ورا لا 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 ما أمشي ما أمشي ما أمشي كذا أنا خطوة خطوة الكفر اللي صار وراك ها كذا أصبر. إذا بعدين خلص عشان يصدم في البلونق يا زي عملتوها يا اخوان اوف اوف صرت اذكي اخيرا استثماري فيكم يعني نجح الان هم ويبغى السيارة تشيل الاشارة اشارة حمراء تجي هنا تولى خضر بالله يا هذا السهم يمين صح؟ إشارة قدام شو كانت؟ خلص البنزين هذا ما حط لك عبث يا شفت الزعمود ده اليسار بس هنا الحل يا حتى قيد بسرعة ابن الحياة صح يا مسلم لعبة في جيبي كل حلولكم اللي قلتوها غلط جايلك الزعموط اللي صار من ذا استمع ملقم 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 ما تيجي تزاحم علي اخذ منه اثنين بنزين ياه اثنين اها بسم الله كيف اللعب من هذا اللعبة حلوة بس اني بسويها مرتين في ديمو في لعبة كاملة لا قفل وخذ اللعبة الكاملة وبعدين اجيكم بكرة لبعده اما رعب هلا وش اسمك يوسف شكرا الاشتراك اعطني نكتة على السريع رعب الحين ما يصلح كم مرة قلت لكم الرعب الحين ما يصلح وقفلت لعبة رعب ما رجعت لها 100 مرة اوف اوف يقوريكم ماي لا بعيد
حتى لو عندي أسكب بمراحل بعيد. أنا متعة هي صراحة كانت. لكم السلام يا حمزة. أهلا وسهلا. 30 29 22 27 26 27 20 23 22 21 20 19 18 17 16 8 7 6 5 4 3 2 1 0 نظام ما تشغل لي بالثانية 31 لا قلت لك 30 يا قلت بعدين لودنج 10 ثواني ليه ايش انتو السلامة بعد اشتغلت ادري اشتغلت الثانية 31 خلاص انتهى الوقت اذا بتسامح على هذه معناها انه ما عندك نظام وإذا حدث خلل في النظام خلاص عدمنا الدنيا أخوي ما أبغى ديسكورد حقك مؤخر تعبني هذه اللي شغلناها ذاك اليوم وتحتاج عد تحتاج أونلاين وفور بعده هذا نحطها بسم الله طيب لعبة فتوش لعبها 5 دقائق بعدين نقول لكم والله الساعة ونص اليومية شيل هذا اللعبة يا طويل العمر لازم تشيل كيناوي وتوصله بدون ما يطيح بكل بساطة عطني هارد عطني هارد كم روح كالله أعوذ بالله هذه اللعبة ما تغلط فيها يلا 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 جلدي 30 ثانية بسم الله لازم تعدي الكيكة بالماوس لا 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 يا أخوي أبغى ألف في خطوات أبغى ألف في اتجاه هلا نتعلم 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 هلا يقتلني والله اني استاهل بس الخلطة اتلف اتلف وصلنا 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 بابا كمل مين يمين لطيح الطرطة الطرطة ياه يخوف زي مرتاح يا مطور يطلع لي أحد من وراء الكراتين دي شلون وشلون يقول لي بأن... شوف شوف اللعبة المقلتش القدرة لعب ألعابك قبل تقترحها يا شو اسمك أنت شلون اذا ضغطت دي ار اس بتوديني انت اتجاه ثاني صدق يم دي طيب لو رحت يسار مشيت خط اه كذا يا جي هلا شوف ابغى افتح 3 ابواب لعبة بتوصل شكلها كذا ما ادري كان لها نهايه ولا لا شاكر ستت شاكر شاكر يا اخي اذا جيت افتح الباب يا صدق يمكن في لور هنا شيء مخفي لا طيب اذا وقفت ما تطيح الكيكه وقف خلاص لعبة التاف هذه اتس
صوت ولد. ايوه اخي مخك يضرب بين انك تلف يسار وبين انك تمشي يسار. شكرا للاشتراك. من انت؟ شكرا يا جاينت على راسي وعطنا النكته سريع سريع. خلنا نقفل ختم بالنكته حقتك. اشتغل شاب عشان ما اطلب منكم مره ثانيه. اشتغل طعان زي كذا مره ثانيه. العب العابك قبل تقترحها. ما ترسل لي شيء قدر زي كذا. لا الصدق حلوه. بعد ما طعنتك حسيت انها احلى. ادري ليه زانت عيني. بنلعبها بعدين ونسوي لها تحديات ان شاء الله. انا ودي اكمل بس انا قلت لكم ساعه و25 دقيقه يعني ساعه و25 دقيقه. تعرف ماشيين بالملي وتكفيله الليبر قبل شوي اكبر دليل يعني انا امشي بالنظام. ولا انا ودي وفيني حيل اكمل خاصه ان عيني تو جاي. لا تلعب لين اسوي القهوه اصبر 20 دقيقه. شوف انا بعطيك 20 ساعه للقهوه خذ راحتك سوها على مهلك. بعد 20 ساعه تعال يمكن تشوف بث ثاني. بنوصل الكيكه اللي قبل شوي. وشكرا جميعا وعدنا بكم يتجدد لاحقا. لا انسى انسى اني اقول لك بكره. لا حتى ابو 20 ساعه انا سلكت له بيجي بكره ما في بث. توي جاي مشكلتك ليش جاي متاخر. تجدد لاحقا متى ما ندري بس انه لاحقا يعني عندنا كم لعبه باقي يعني لا زال في مخزون. شكرا لكم جميعا. شكرا البث الجاي للقاء.